هي قضية هو ترشيح الأسماء تخويل باجتماع لكل القوى السنية أو يعني القيادة أو السيادة عندما كان التحالف ويروح خميس الخنجر من وراء الحلبوسي وراء التخويل ويقدم اسم سالم بطريقة الخلسة. لا 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 هذا خوامة لا قدم بكتاب واحد تقدمه. لا أنا مو دفاعا عن أحد. أنا راح أسكت. لا لا تقدم بكتاب واحد. لا لا بس خليك كمل. لا بس خليك. أنا مو يا أحد ولا دافع. لا أعطيني مجالك. تفضل خليك. عندك اعتراض على كلامي ورا ما. خليك لا لا بس خليك وياي. يعني هو أصلا كانوا مجتمعين سوا وقدموا اسم. الاتفاق. إيه. الاتفاق الأولي. إيه. كان اسم سالم العيساوي بدون دعم من خميس الخنجر، وخميس الخنجر بلغ محمد الحلبوسي في هذا الاجتماع وقال له حصة تقدم رئاسة مجلس النواب واللي يدخل على هذا الموضوع كان داخل على عرضه. أو سالم كان مرشح من؟ سالم كان واحد من الأسماء. تمام، يعني ما ثابت على اسم. واحد من الأسماء. إيه. ولكن. إيه. اتفاجأ الحلبوسي إنه لا سالم مدعوم. من خميس الخنجر، وخميس الخنجر مرشحه بكتاب واحده ومودي بيده للاطار التنسيقي. بعد الاتفاق هذا. بعد الاتفاق. هذا الشق. ايه. مسؤول عنه الشيعة؟ ما مسؤول عنه الشيعة. طبعا. طيب. انت تجيني تقول لي اليوم تعال خلي ليش ما يتفقون على اسم؟ ايه. شلون يتفقون واكو نوايا غدر؟ يعني من البدايه كان اكو غدر. هو هذا. لعد هو يعني الحلبوسي انغدر. لعد هي وين المشكلة؟ أستاذ محمد. أه؟ هو هذا من نابذة المشكلة. راح الحلبوسي رد لهم إياه بقضية الأنبار. راحوا مدرس سوا وراح ها ردوا له إياه بقضية بغداد. هسه هم دا يحجون على قضية كركوك. ومسويها على أساس هي المشكلة العظمى لأن هم ما اشتركوا بها وما صارت بإرادتهم. ما أنت بغداد هم ومنو اللي شكل حكومة بغداد؟ منو اللي تنازل عن حصة المكون السني كنائب محافظ نائب أول المحافظ؟ مو انتو مو كتلة بغداد مو السيادة العزم ايو راحوا اتفقوا ويا كتلة سياسية شيعية و... بالضبط ايه أي. فانت اليوم من تجي ما طول اكو نوايا غدر لا تتوقع يصير اكو توافق على اسم واحد عد من نوايا الغدر بس عد الخنجار العد منه